السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن طريقة إنشاء الأساسات المنعزلة. يمكنكم الرجوع إلى تلك الحلقة عن طريق الرابط الذي سأضعه لكم في وصف الفيديو. وفي حلقة اليوم سنكمل مراحل إنشاء المنزل، وسأشرح إن شاء الله طريقة الإنشاء من البداية إلى النهاية. أتمنى أن تشاهدوا حلقة اليوم إلى النهاية لتستفيدوا أكثر، كما لا تنسوا أن تشتركوا معنا في القناة إذا كانت هذه المرة الأولى التي تشاهدون فيها فيديوهات القناة. طبعا سأضع ابتغاء عن الحلقة الماضية، تحدثنا عن الأساسات المنعزلة كيفية الإنشاء. طبعا بدأنا بخرسانة النظافة، بعد ذلك قمنا بوضع لكوفر بلوك، ثم بعد ذلك نقوم بوضع ليناب، وبعد ذلك نقوم بوضع الفراياج البوتو، ونقوم بالصب. الآن بعدما نقوم بهذه العملية، الآن تظهر الأساسات المنعزلة كما هي الآن، لكن في الواقع لا تظهر هذه الأساسات، تكون مغطاة بالتربة إلى غاية هذا المستوى. يعني نقوم بوضع الرومبلي عليها إلى غاية هذا المستوى، هنا أو إذا كان هنا نقوم بحفر هذه المنطقة لكي نقوم بوضع لي لونجرين هنا. الآن بعدما نقوم بوضع أو وضع الرومبري عليها، نقوم في المرحلة التالية بعمل الفراياج والكولاج للونجرين. طبعا انا قمت بوضعها هكذا. ما هي للونجرين؟ يعني ما هم يعني كما يسمونهم بالدرجة السناتر، اللي نقوم بوضعهم هنا في الارض، يكونون يعني تكون لديهم احتكاك مباشر مع التربة. بعد ذلك بعدما نقوم بوضع للونجرين، نقوم بوضع الفراياج. في غالب الاحيان يكون الفراياج الخاص بالونجرين وليبوتخ في الاعلى يكون نفسه. سنلقي نظرة حول ليلونجرين هنا، هاي مثلا في هذا المخطط، مخطط الأوتوكاد، لدينا ليلونجرين مثلا ترونت فوا ترونت فوا كارونت سانك. العناصر التي نقوم بوضعها هي لإريزونا جون بيير جينيرالمون بالصخور، ثم لولي دو سابل، بعد ذلك لو فيلم دو بوليان، بعد ذلك نقوم بوضع البلاتفورم. البلاتفورم الآن ننتقل إلى المرحلة التالية وهي الكولاج الخاص بالبلاتفورم. طبعا البلاتفورم تأتي في المستوى 0-0 مع المبنى، يعني المبنى الخاص بنا سينطلق من هنا، هذا هو المستوى 0-0 في غالب الأحيان. طبعا هذه هي البلاتفورم، أين هي؟ هاو كما قلت لكم مستوى 0-0 يبدأ من هنا البلاتفورم. ما هي مركبات البلاتفورم؟ أحيانا نقوم بوضع تري سودي هنا، وبعد ذلك نقوم بالكولاج الخاص بالبلاتفورم. بعدما نقوم ب الكولاج الخاص بالبلاتفورم، طبعا كما قلت لكم في بداية الفيديو، من هذه العناصر من هنا، في غالب الأحيان من المستوى 0-0 إلى الصفر إلى الأسفل لا تظهر في المنشآت التي في مثل هذا المنشأ. أنا قمت بإظهارها لكي تظهر العناصر ولكي يكون الشرح واضح للجميع. طبعا بعدما نقوم بعمل الكولاج الخاص ب لونج جرين، نقوم الآن بالانتقال إلى المرحلة التالية وهي الكولاج الخاص بليبوتو. طبعا ليبوتو الخاصين بنا يكونون يعني في مكان لدومي بوتو، يعني دائما نترك ليزاتوند صاعدين من هنا، وبعد ذلك نقوم بالكولاج، نقوم بوضع الفراياج الخاص بليبوتو، وبعد ذلك نقوم بوضع يعني بعملية الكولاج. ها هي مثلا هنا لم أقم بوضع الفراياج، لكن الفراياج يكون فوق هذا الفراياج أحيانا، يعني من هنا إلى هنا يكون سيكونت في، يعني سيكونت فوا ديامتر الخاص، التسليح الخاص بنا مثلا إذا كان 12 سيكونت فوا 12، تجد كم تترك من سنتيمتر هنا من هنا إلى هنا. بعدما نقوم بوضع ليبوتو هنا، هنالك من يقوم بوضع الجدران أولا، وبعد ذلك يقوم بوضع البلونشي، لكن الطريقة
السريعة هي بعمل البلونجي أولا، خاصة إذا كان لديك عدة طوابق تريد إنجازها. قم بإنجاز الستركتور الخاصة بك، وبعد ذلك ابدأ بالماسونري. طبعا هنا في هذه الحالة نقوم بالانتقال إلى البلونشي مباشرة. طبعا البلونشي نقوم بوضع البيدر، وطبعا وهنا لكي يقوم بالإمساك بليبوتخ الخاص بنا. بعد ذلك نقوم بوضع التسليح بليبوتخ هكذا مثلا كما هو موضح. يعني تخيلوا أنه هنا يأتي دائما يأتوا لي بيدر في الأسفل. وبعد ذلك بعدما نقوم بوضع الفرايج الخاص بليبوتخ، نقوم بوضع ليبوتخال. ثم عندما نقوم بإنزال ليبوتخال وإنزال ليبوتخ، ننتقل إلى المرحلة التالية وهي وضع ليكوركخ أو اللوردي هنا. الكوكخ هكذا مثلا. وبعدما نقوم بوضع ليكوكخ، تأتي المرحلة الأخيرة وهي البلانشي، الكولاج الخاص بالبلانشي. هنا يكون المنزل الخاص بنا قد انتهى. يعني هذه المراحل التي ذكرتها يمكنكم، لا أستطيع أن أقوم بالشرح مدقق الطريقة لأنها ستأخذ الكثير من الوقت. يمكنكم أن تبحثوا على كل مرحلة في اليوتيوب أو في مواقع الإنترنت، ستجدون شروحات كثيرة. أنا فقط أعطيتكم الانطلاقة الخاصة بإنشاء المنشأ، وأنتم يمكنكم البحث وإيجاد فيديوهات وشروحات أخرى ستفيدكم. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا استفدتم لا تنسوا دعمنا بلايك في الفيديو والاشتراك في القناة إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تشاهدون فيها فيديوهات القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.